السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله ما فيديو هادي تلقى احباباتي والمتتبعين تاعي والمستمعين تاعي كامله بخير وعلى خير. اليوم الموضوع تاعنا على الاصحاب وعلى الاحباب. ناس زمان يقول لك مكترني بصحابي وحبابي في الشده غابوا، مثل جميل ومثل يعني فيه بزاف قصص اللي تعرفوها انتما واللي نعرفها انا. واش معناتها؟ معناتها كاين ناس بزاف يكون عندهم بزاف الحباب والصحاب، بصح في وقت الشدة ما يلقاو حتى واحد، وهنا يعني تكون الصدمة. سي فوفولي سي بوغ سا لي يقول لك يعني قبل ما تصاحب حتى تخمم، بيسك الصحبة يعني كاين ناس زمان يقول لك الشرقة من ريقك يبان عدوك من حبيبك، وعند الشدة والضيق يظهر العدو من الصديق. المهم اليوم راح نحكو على واحد الإنسانة كانت إنسانة طيبة، يعني إنسانة مليحة بزاف وكانت تلمو طيبة مقصودة ويحبوها كامل الناس وعندها الحباب بزاف والحبيبات كما يقولوا وصديقات وما لا. دارت هاد المخلوقة ان بتي بروجي، فتحت حوينتها صغيرة وبدات يعني تبيع الحوايج يعني تاع النساء، ارتيكل تاع لي فام، وكانت وش نقولكم مع سيرفيابل وقلبها حنين. كانت يعني بدات وتكلت على ربي وكانت عندها بزاف يعني لي كليونت تاعها اللي كانوا يشرو عليها هما جيرانها وناسها وحبابها واصدقائها. وكانت يعني النص الكبير اللي كانت تخدم معاه كانت تخدم بالكريدي، يسمى لي يحب حاجه يرفدها يديها وماركي في الكارني. وكانت تلما جونتي وقلبها حنين كو كانت تطاوع كامل الناس وتحن على كامل الناس، مالغري يعني كانت تخدم جوست يعني كانت غير هذاك وين بدات. كانت الحوينه تاعها دائما معمره، دايما غير اللي تقولها لو كان ما نصبحش عليك نهاري ما يجوزش مليح، هاكو تعرفوا لسان المعسول. وكانوا بزاف اللي تبعوا فيها على جال صلاحهم، كانت اون في سيرفيابل. وعلى بالي يعني من هاد القصص غير عند المشتركات بر كل يوم يسمعوا فيا، يعني على بالي كل وحده نلقى عندها قصه من هذا النوع. المهم مالا يعني هاكو تعرفوا الايام دي فوا تخبي لنا حوايج يعني نجوزوا بازمات وابتلاءات و لي فريمون يعني نتقاسوا فيهم ويجوزوا علينا دي مومون ديفيسيل. اما لا واحد النهار دارت ان بيلون، يعني دارت تحاليل تاع الدم من عام لعام، كانت دير تحاليل، راح دارت تحاليل تاعها عادي كيما مالفا، ولا سوربريز كي راح تجيب التحاليل تاعها لقات باللي لقاو لها ميكروب في الدم، يعني مرض في الدم، وقالوا لها يعني كتبوا لها اونغرا يعني يعني الريزلت تاع هذاك الاناليز كتبوه لها بالخط يعني الحامق اونغرا باللي لازم تروح لعند الطبيب وتشوف. انخلعت مسكينه وخافت سي نورمال، واثر فيها هذاك الخبر وجرات راحت عند الطبيب وطبيب واحد اخر، مسكينه غلقت المحل تاعها ولات يعني كانت ضعيفة بزاف وخافت بزاف، ما كانتش تسنى بلي كانت مريضة. المهم جازوا عليها ايامات صعاب وهي من طبيب لطبيب، وكل طبيب وشيفتي عليها على حساب هذاك يعني الاناليز تاعها، ولو يدومونديو في السكانر ولو. المهم في هذه المرحلة اللي كانت تجري على روحها يعني قعدت ايامات كبار يعني طوال وهي غالقة المحل تاعها. وش زاد الطين بلة انه جاوها لي زامبو وجاتها يعني مبلغ من المال كبير، وهي كانت مسكينة هذاك وين بدات. اما لا وش نقولكم، وراهم حبابي وراهم ناسي، ولات تحب يعني الريكوبير الدراهم اللي كانت دايرته بالكريدي عند الناس. كانوا قلت لكم كانت تخدم بزاف، يعني كانت انسانة طيبة والغون دي سيرفيس الكامله الناس. تم لا سوربريز، الناس اللي كانت دايره بيها والحانوت اللي كان ما يفرغش والحبابات والجيران ونراهم مكترني بحبابي وناسي في الشده غابوا. ولات يعني فوق المرض ويعني الازمه الماليه اللي جاتها الصدمه تاع الصحبه، الصدمه تاع انها يعني شحال كانت طيبه وكانت تعامل الناس بالنيه الصادقه، ومن بعد كل واحد يسيب لها السبه. ولا التليفون تاعها خلاص ملي كان التليفون ما يحبسش دايما يصوني في كل وقت، مسكين خلاص نغم فمو. ولا التليفون تاعها مسكين خلاص ما يصونيش، ولات كي تعيط
غير باش ال ريكوبير، يعني تسترجع دراهم تاعها، ولا دايما سا سون سا ريبون با. الاغلبيه يصوني ما يرفدوش عليها، واللي يرفد عليها يلقى لها 100 حرفه وحرفه. اما لا واش نقولكم، قال لك خوك خوك لا يغرك صاحبك، لقات غير خاوتها وخواتاتها. اما الباقي يعني شيء يعني محزن، من هادوك يعني لي سونتان المئات تاع الحباب ما بان فيهم حتى واحد كان في المستوى. وتماك عرفت بليك الناس اللي كانت تدور معاهم عيانين. ما قلت لكم يعني يقول لك في الشده والضيق يظهر العدو مصدق، هذه هي. قالك حباب حباب والنيه ما تنصاب، وراهم حبابي وراهم ناسي. قالك يسحقيتك يا وتي ندبوك القطط. المهم اما لاتيك قلت لكم لقات يعني العائله تاعها وخاوتها. يا اخي قلت لكم 100 مره هذاك المثل تاع امي الله يرحمها اللي يقول لك ما يحفر لك غير ظفرك وما يبكي لك غير شفرك. المهم وقفوا معها العائله ديالها، وباك بوتي ا بوتي عرفوا بليك يعني كي طاحوا في ان بون بيتسا عاود لها لي زاناليز، اكتشف بليك الطفله ما عندها والو. ويعني كي بحثوا يعني هذاك الاناليز كيفاش كانت يعني النتيجه تاعو هكاك، لقاو بليك صارت غلطه وخلطوا اسمها مع انسانه واحده اخرى. الحمد لله رب العالمين هذيك الطفله تفاجات وراحت لغبينه، ويعني الحمد لله ربي سبحانه حنين وكريم. مالغري جوزت يعني مرحله بزاف صعيبه في حياتها، مي يعني ربحت حاجه واحده، انها عرفت حبيبها من عدوها، عرفت بليك ماشي كل من يضحك معناتها هو حبيبك، ماشي كل واحد يجي يعطيك لسان لحنه هو صديقك. قالك السن يضحك للسن والقلب فيه دغينه، كاين ناس تضحك لك وتعطي لك لسان الحلو وهي في قلبها ربي سبحانه اللي عالم واش كاين في القلوب. اما لا من هذاك النهار يعني دارت حد العلاقه تاعها، عاودت رفدت روحها بشويه بشويه بيان سور بالمساعده تاع اقرب الناس ليها اللي كانوا العائله تاعها المقربه، وعاودت لا ريكوبيري يعني بالرحمه تاع الله سبحانه وتعالى، عاودت وقفت على رجليها. ومن تم دارت حد لهذه العلاقات يعني اللي كانت سطحيه، وعرفت صديقها من عدوها. يعني العبره من هذه القصه سي كوا، انه كثرت الحباب والمعارف مش مليحه. كاين ناس تصاحبك غير باش تعرف سرك، كاين ناس صاحبك غير على جال الصلاح. دوك السؤال يقعد مطروح لي، انا نعرف الجواب ديالو على كل حال، ونحب يعني نسمع الاراء ديالكم. علاه خواتاتي ما ولاتش كاين صحبه كيما زمان؟ علاه علاه العلاقات دهورت ولات للور؟ علاش سوني بلو كوم افون؟ علاش زمان كان الجار كي الخو كي يعني قريب حتى قريب يولي كلي فرد من العائله؟ علاه كان الصحبه كانت تدوم وتضاين سنين حتى تفارقهم الموت، ودركا ما قعدتش العشره؟ علاش؟ انا نقولكم من وجهه النظر ديالي اللي راني يعني متاكده منها، يعني هذا هو الراي ديالي وش علمتني الدنيا، ويقعد يعني المجال مفتوح باش نسمع الاراء تاعكم. على بالكم علاش انا نناقشوا هذا الموضوع تاع الصحبه؟ باش نعاودوا كش ما نقدروا نديروا ترميم العلاقات اللي فسدت وتلاشات. علاه بوركوا؟ ولعل كي نعرفوا السبب ان نصلحوا من نفسنا ونعاودوا بوركوا با نعاودوا نبنوا علاقات طيبه. في المعاشره علاش الصحبه ما راهيش كي زمان؟ وعلاش من اول مشكل تتفسخ هذيك العلاقه وتولي مام عداوه؟ وعلاه؟ انا كي نبدا علاقه يعني نبدا ندير صحبه، انا وياك تفاهمنا اون سي سيمباتيزي، انت عجبتيني وانا عجبتك وبدينا تعاشرنا، وين يوقع المشكل؟ المشكل في العطاء. على بالكم بليك صديق ما معناه دوك انت عيانه، انت انسانه ماشي مليحه وحبيتي تكوني صديقتي، وانا ما على باليش بليك انت ماشي مليحه، بصح انا مشيت معاك يعني بصدق وكنت معطاءه، ومشي داك العطاء تاع لي نحوسو من بعد واش يجينا منه. هذاك العطاء كيما حنا نقولوا تشكه بتشكه،
يعني اني رانديتك سيرفيس ونستنى منك غدوه تروندي لي سيرفيس، وكان ما ترونديهوليش خلاص نولي ما نشوفش فيك وخلاص تولي انت ما وليتيش حبيبه. كان زمان العطاء بالنيه والصدق، عطاء ما نستناوش منه لو غوتور، ما نستناوش انه هذاك الانسان يعاود يرد لنا. وكي نمدو نمدو بالقلب الصافي، وكي نحبو نحبو بالقلب الصافي. على بالك انا كي نعاملك هكذا ميم انتي تكوني ماشي مليحه، بصح بالطيبه ديالي ويعني بالرفق ديالي وبالحنانه تاعي ما تقدريش تنساي العشره تاعي وتتعلمي بصفه عليك وتولي تحبيني، ولا فتي حبيتيني راح يكون يعني نسعفك كشو نقولو حنايا يعني نلتمس لك الاعذار. على بالكم هكذا تبنى الصداقه، ماشي نبداو نعسو في بعضنا راني درت لك حاجه نولي نستنى مثلا اني مشيت لك في فرح ولا وقفت معاك في شده نولي نعسك الشده الجايه نبدا نعسك. كيف تبنى العلاقات؟ بالعطاء، العطاء بلا ما نستناو لو غوتور. على بالكم بلي القلب بام هذاك القلب اللي ماشي مليح يتطوع، باك امبوسيبل تنساي العشره تاعي بس كنت معك طيبه للغايه وكنت معطاءه. ميم لو كان انا نجبد روحي انتي تتكاكاي مع عقلك. ها هي الصحبه، انه واحد من الطرفين يكون صادق برك الواحد يعني. اما ولا كانت النيه خايبه وانتي نيتك خايبه سا با ديوري، قلت لكم من اول مشكل العلاقه تتلاشى وتراح. الوغ المشكل وين راهو؟ المشكل فينا احنا، ماناش نعرفو نبنو علاقه طيبه، دايما نمدو بالتعنان والتمنان ونستناو دايما لو غوتور. ها هو الشيء اللي يخلي انه الصدقه ما ولاتش والجوره ما ولاتش كيما زمان. على بالكم زمان كانوا على بالك شوفي تجي ليك وتفرح لك وتمد لك وتكاتفك ما تسنى منك والو، ولا جاتك حاجه يعني جاتك حاجه من عند هذاك يعني انت رديتي لها بلوتو هذاك الخير راح تولي فرحه، بصح ولا ما رديتي لهاش هذا الشيء ما ينقصش من المحبه يعني. وبالوقت بشويه 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 تتبنى هذيك العلاقه الطيبه. يعني لاستيس وين راهو؟ انك الواحد فيكم يعني الواحد كي يختار انسان ويعجبه ونوى يدير معه صداقه ونوى العشره ديالو، انه يا اخي يقول لك ولاش تزوج متفاهمين عارف الدرك على واحد. انا هذا المثل دائما نقول بوركوا با، ايه معليش نتفاهموا والدرك عليا. هذه يا اخواتي بالنسبه للقصه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وما قعد لي دركا غير نقول لكم امسيه سعيده وتصبحوا بخير ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.